ورجعنا لكم مرة تانية بعد الاستراحة مع الفقرة المميزة اللي بيستناها كتير من مشاهدين البرنامج، فقرة الصحة والرشاقة، واللي بنتعرف من خلالها على أسرار الجسم الصحي وإزاي نحافظ عليه. وفقرة النهاردة هنعرف إزاي نتمتع بجسم رشيق وصحي من غير جوع أو حرمان، ودي طبعا معادلة صعبة جدا بالنسبة لأي حد عايز يخس. واللي هتعرفنا السر ده وازاي نحقق المعادله دي ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو، دكتور مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. اهلا بيك يا دكتور، منورانا. احنا النهارده عاملين ميكس مع بعض. ايوه حلو، بس يعني نيجي جنب حضرتك ايه يعني حضرتك قمر حبيبه قلبي. تسلمي يا دكتور. طبعا النهارده هنقول لكل اصدقائنا اللي بيتابعونا واللي شافوا قبل كده لينا فقرات، احنا هنتكلم النهارده عن كورس الاناسيليم. طيب. هل احنا فعلا كورس الاناسيليم لوحده كافي جدا ان احنا نخس بدون حرمان، وان احنا الناس اللي عندها مشاكل وشراهه في الاكل او عندها مشاكل اخرى انها بتاكل بالليل في وقت متاخر او شراهه حلويات، ان ده يبقى كافي بالنسبه لها انها تقدر تحقق المعادله دي وتنزل في وزن حتى لو اعداد كبيره في الكيلوات؟ اكيد طبعا. احنا عندنا اصلا ناس كتير خسوا معانا بال 50 و 60 وال 80، وصلت لل 80 كيلو في وقت قياسي الحمد لله. ودول كانوا مشاكلهم ايه يا دكتور ميدور؟ في ناس معظمهم كان طبعا عندهم مشاكل في الركبه، في فقرات الظهر، لان طبعا السمنه والوزن الزايد عامل بقى حموله على الجسم كله. في مثلا ناس كان عندها مشاكل ممكن تكيسات مبايض، في سيدات كان عندهم مشكله ان السمنه مأثره على ان هي تبقى حاله الانجاب، يعني ان هي طبعا عامله مشاكل كتير. فبيبقى في الاول يعني خطه العلاج ليها ان هي تخس طبعا الاول. كويس. حالات برضو مثلا العظام لازم برضو الاول تخس، وبتكمل متابعه بيبقى معانا مع الدكاتره المختصه في التغذيه ودكتور العظام طبعا بتاعها. فطبعا ساعتها لازم بنتدخل يعني تدخل سريع بالكورسات، عشان احنا في الفتره دي الجسم خلاص بقى تعبان، وصل لحاله ان هو خلاص في سيدات عندنا ما بيقدروش كانوا يتحركوا يعني او يقوموا. يعني عندنا وفي سيدات مثلا عندنا حاله، الحاله دي احنا كلنا فعلا فخورين بيها جدا في الشركه ومبسوطين بيها. كان عندها ما شاء الله 57 سنه ما شاء الله، وكان وزنها 100 تقريبا 136، خست معانا 80 كيلو ما شاء الله. وكانت بقى مشكلتها ان هي بتحب النشويات جدا وبتحب ان هي تاكل بالليل، بس بقى المشكله ما كانتش بتقدر تتحرك من السرير خالص. يعني مثلا مشوار التويلت ده كان بالنسبه لها موضوع صعب جدا. فطبعا لازم كانت ساعتها ان احنا نخس كيلوات بسرعه جدا، وبس طبعا بشكل صحي وبشكل يعني ما عملش صدمه للجسم ان انا مره واحده حرمته من الاكل او عجزت سعرات، ده غلط. لكن ما كانش عندها مشاكل لا سكر ولا ضغط ولا كده؟ لا، هي بس كانت المشكله السمنه مأثره على الفقرات جسمها كله، وعندها مشاكل في الغضروف، فكان الحركه كانت تقريبا مستحيله. فطبعا ساعتها ادينا لها الكورس المكثف ده، طبعا امن جدا على الناس كلها، اطفال سيدات كبار. هو بيعلمنا عنه بقى. تمام. احنا عباره عن كورس فيه كذا حاجه، طبعا زي ما قلت لحضرتك كل حاله او كل مشكله لازم نديها الحاجه اللي الجسم مفتقدها او نعالج المشكله اللي هي بتشتكي منها. كويس. مثلا ناس بيشتكوا من شراهه النشويات والحلويات، ساعتها هعمل ايه في الكورس عندي؟ هديها كبسولات. الكبسولات ديت بتقلل الشراهه للنشويات والحلويات، يعني تحس ممكن حضرتك تبقى قدامك طبق الرز، المكرونه، اي حاجه حلويات، تاخدي الكبسولات ديت هتحس ان انت شبعانه، ممكن تاخدي معلقه او اتنين خلاص انت مش عايزه تخلصي. في ناس مثلا كانت بيتزا تحب تاخد البيتزا كلها لوحدها، لا، لو خدت مثلا الكبسولات ديت هتحس ان هي ممكن تاخد سلايز واحده وهي كده شبعانه ومبسوطه. بالعكس، احنا زودنا الحرق في جسمها، خليناهم ياكلوا اللي هم عايزينه بس بكميات اقل. فدي مثلا زي الكبسولات. والكبسولات برده فيها ماده اسمها الكارنتين، المادة دي آمنة جدا لأن أنا أصلا موجودة جوه جسمي، فأنا جسمي بيصنعها، بس أنا بديله جرعة زيادة شوية عشان أزود الحرق أكتر. كويس. فطبعا كل ما الحرق عندي كان شغال حلو، طبعا كمية الدهون اللي بتتحرق أسرع وأكتر. فدي الحاجات اللي احنا بنعملها عندنا اسمها كورس مكثف، إن أنا عايزة الحالة دي تخس بسرعة وفي وقت يعني يعتبر قياسي، وبس احافظ على الصحه. لان في ناس ممكن تخس بسرعه جدا بس هتخس عضلات، هتحسي بقى ان شعرها بدا يقع لان هي منعت جسمها من الفيتامينات. فاحنا مع الكورس اكيد احنا مع الكورس ده بندعم المنتجات بتاعتنا بفيتامينات كتيره جدا الجسم بيبقى مفتقدها، زي مثلا فيتامين سي. طبعا ده مهم جدا فتره الشتاء دي، كمان مهم اكتر يا دكتور. اكيد طبعا مهم جدا للمناعه، مهم لبشرتي اصلا، ان هو كمان فيتامين سي بيزود نضاره البشره،
بيزود انتاج الكولاجين، فلما يجي يخس كميات طبعا لما احنا نلاقي نتكلم في ارقام 20 كيلو دهون و30 و80، فطبعا في ناس تقول لك طب ما انا وشي هي مثلا هيخس هيبان ان انا تعبانه، لا احنا بنعزز المنتجات بتاعتنا بفيتامينات عشان لما نخس يبقى شكلنا حلو صحي، جلدنا مشدود، ما يبانش علينا التعب. في ناس مثلا يقول لك ايه ده انت خسيت انت شكلك تعبان، الكلمه دي مؤذيه قوي يعني. وفي ناس على فكره بتتاثر فعلا شكلا وشعرا يعني في ناس ممكن عليها بالظبط. فاحنا عندنا مثلا حاجه برضو الاناسيليوم، دي عباره عن الياف، عباره عن ايه قشور بذور السيليوم هاسك، ده من اجود انواع السيليوم دوت، عباره عن ايه الياف. الالياف بتحب الميه فبتتمدد لما احنا بناخدها على نص كوبايه ميه، بعديها لازم نشرب كوبايتين ميه عشان نخليها تتمدد وتنفش اكبر امتلاء، تعمل اكبر امتلاء موجود في المعده عشان تحسسني بالشبع. فالسيليوم حسسني بالشبع، في نسبة هائلة جدا من فيتامين سي، فأنا كده زودت الفيتامينات لجسمي. في معادن جسمي بيبقى محتاجها زي الصوديوم والمغنيسيوم، دي بتنشط حركة الأمعاء فبتبقى كويسة جدا للناس اللي عندها مشاكل القولون أو الإمساك مثلا في الدايت. فإحنا مش بنخس بس، إحنا بنخس وبنزود الجسم فيتامينات وبنزود المناعة وبنحسن الصحة الداخلية كويس. لأن أنا طول ما أنا صحتي من جوه كويسة ده هينعكس على وشي وعلى بشرتي وعلى كل حاجة. في ناس بتخس لا وشها منور شكلها جميل صحتها بقت حاسه بنشاط، وفي صح. ناس ممكن تخس ناس كده فعلا بالظبط، وفي ممكن ناس تخس اصلا بس تحس ان هي اصلا مع الرغم ان هي خست مفيش طاقه، همدانه، كسلانه، لان هي طبعا نقصت فيتامينات كتير جدا من جسمها. دي مثلا بالنسبه للالياف والكبسولات. في عندنا برده السكر للناس اللي بتحب تاكل سكريات او مثلا بتحب تاكل حلويات. احنا زي ما قلنا احنا يعني فكره المنع دي او الحرمان دي مش موجوده عندنا. فاحنا ممكن نعمل نشرب حاجات سخنه او نعمل كيك، نعمل وصفات حلوه جدا بالسكر ده، لان السكر ده ملوش اي تاثير على مستوى السكر في الدم ولا ليه سعرات حراريه وزيرو فاس ما فيهوش دهون. فبالتالي انا باخد حاجه مسكره لان في ماده اسمها السكرلوز، هي دي اللي مش بترفع سكر الدم. وكمان ممكن اصحاب مرضى السكر يستخدموه بكل امان ويعني ما فيهوش اي مشاكل خالص، فبيديكي نفس طعم السكر بالظبط. بس احنا قللنا بقى ايه طبعا السكر الابيض ليه اضرار كتير طبعا. فاحنا منعنا الاضرار ديت وخدنا بديل صحي بنفس الطعم. يعني ان في ناس بتقول انا مش بهدى غير لما اكل السكر الابيض نفسه، يعني الناس عندها مش شراهه للحلويات لا للسكر الابيض. فاحنا اديناها نفس الطعم نفس الاحساس بس بسعرات، ما فيش سعرات اصلا، ما فيش دهون، كلت حلويات هي بتحبها بس برضو بشكل صحي، بشكل ان هو ما يزودهاش، بالعكس ان هو يحرق الدهون الموجوده في الجسم اكتر. طيب. في برضو حاجات سخنه، مشروبات سخنه للناس اللي بتحب بقى القهوه والحاجات الكتير، وداخلين على الشتاء بقى ايوه بنبقى عايزين بقى نضيع وقتنا ندفي كمان نفسنا بقى يا دكتور ايه، مش في حاجات تدخلنا يعني، الواحد نفسه يتدفى وعايز يعمل حاجات حلوه، مش عايزين بقى سحلب وهوت شوكليت والحاجات اللي هي من لها شويه هي بتبقى حلوه. احنا ممكن برضو نشربها بس بقى نحليها بسكر استسهال زي ما قلنا، وممكن اشربها بقى مثلا شربت انا السحلب انا يعني بحبه جدا بصراحه، فانا هشربه هخليه ضمن السعرات بتاعه اليوم بتاعي، فانا حطيت سكر ما زودليش السعرات بتاعه اليوم بتاعتي وشربت حاجه انا حباها. بالنسبه بقى للسمسم والمكسرات والحبشت كانت يعني نحسبها ضمن السعرات برضه. ماشي يا دكتور عشان خاطرك انت بتخليني بس مش هقول لك حاجه ماشي. وفي بقى حاجات بقى طبعا يعني الحاجات بقى الحوامل واللسه والده لازم بقى بتحب الحلبه المغات والحاجات دي، دي حاجات طبعا بتزود الشتاء، برضو في ناس بتحب تشربها كمشروب عادي على فكره. هي مغذيه جدا هي طبعا حلوية. هي كل حاجه لو انا خدت قللت الكميه المغات ده جميل للعظم. انا صح ولا غلط؟ هو حلو جدا في ناس بتاخده بيور، ولذلك لازم الواحد يجي يشتريه يقول لك ايه انت عايزه بيور لايه؟ صعب بيخاف يطلعه كده تخيلي بجد؟ يعني طبعا ليه بقى؟ ان العطارين الكبار الناس الكبار يخاف يقول لك لا لازم تقولي، انا بروح اقول له اطحنه لي وهو لسه زي الحجر كده. والله بس لازم هو يدمج معاه انواع تانية عشان يطمن ان هو قوي، ياخدوا منه معلقه صغيره على كوبايه ميه يشربوه للعظم. والله لا معلومه اول مره اعرفها. للمغات انا خدتها بقى في الكورس بتاعي، ما انا بقى قلت اقول لك عشان يعني معلومه حلوه طبعا كل المعلومات دي دكتور نايم. ربنا يخليكي. طيب الحاجات السخنه طبعا الحاجات السخنه دي بقى نشربها يعني ممكن تبقى مثلا معدلها قد ايه في اليوم؟ من مرتين، في مثلا عندنا القهوه خضراء، في ناس كتير بتتضايق
من طعم القهوه الخضراء، فاحنا برضو كنا حريصين ان هم نديهم نفس طعم القهوه او الحاجات السخنه اللي هم بيحبوا يشربوها. كويس. ففي طعم الموكا، يعني في فليفرز كمان، الموكا والبندق، ف يعني هو كانه بيشرب البندق المشروب بتاعه. البندق ده يلزمني يا دكتور، كله ما يغلاش على حضرتك والله. انا بحب البندق جدا، يعني بحب اي حاجه ليها فليفر بالبندق. فليفر حلو قوي. فدي بقى فوائد القهوه الخضراء طبعا، ان هي بتظبط نسبه السكر في الدم، فهي هايله جدا لاصحاب مرض السكر. مش بتعلي بقى ضغطه، لا خالص خالص، لان في ماده اسمها كلوروجينيك اسيد، الماده دي بتظبط مستوى السكر والانسولين في الدم. فالاثنين دول طول ما هم يعني متوازنين وما فيش حاجه اعلى من الثانيه، هيبدا ساعتها الجسم يحرق من الدهون اللي موجوده، ساعتها هنبدا نظبط نسبه السكر، هنظبط الضغط بتاعنا، هنظبط الدوره الدمويه كلها هتتظبط في الجسم. فعشان كده احنا بنقول ان احنا عندنا كل المنتجات، احنا كنا حريصين ان هي تبقى مناسبه لكل الفئات العمريه. كويس. ولكل اصحاب الامراض المزمنه، سواء ضغط، سكر، قلب، مفيش بالظبط، بالعكس هي بتظبط الكوليسترول جدا، في بتقلله. طبعا. فاحنا كنا عايزين الناس تاخد حاجه طعمها حلو، ما تبقاش مثلا بتشرب حاجه متضرره، او فكره الدايت، الناس دايما بتربط الدايت باكل مسلوق ما فيهوش ملح، خضار، اكل ملوش يعني طعم زي ما بيقولوا. لا، احنا بناكل كل حاجه، بس بنلعب ان احنا بنزود الحرق في الجسم بحاجات طبيعيه، بنزود احساس الشبع، بنضاعف الاحساس دوت. فالناس لما تيجي مثلا بدل ما كانت بتاكل طبق كبير بدات تاكل نص، تاكل ربع، وهي نفس الاكل بتاعها. بس احنا بقى دورنا كدكاتره متخصصه في التغذيه في شركه اون تارجت فارما، ان احنا عايزين ننشر ثقافه الهيلثي فود، ان احنا ناكل اكل صحي، طريقه طهي مظبوط بالظبط. نبعد بقى عن الحاجات المصنعه، اي حاجه صناعيه طبعا بتدخل جوه الجسم بتدمر حاجات كتير. فاحنا عايزين ان احنا ناكل حاجات زي ما قلت، حاجه بدل السكر الابيض في السكر السيسل دوت، ما بيأثرش على السكر في الدم، بالعكس هو بيحرق دهون، ملوش كالوريز، آمن جدا ومناسب للأطفال، لأن الأطفال بتحب السكريات. صحيح. هنحمي الاسنان برضو، ماده السكريلوز بتحمي تسوس الاطفال، تسوس الاسنان. فاحنا كنا عايزين نعمل كده حاجه كامله، ان احنا ناكل اكل صحي، ناكل اللي احنا عايزينه من دون حرمان، بنعلي الحرق، بنحس بالشبع، بنزود فيتامينات جوه الجسم. فاحنا عملنا مجموعه كامله بتناسب كل الناس. طب قولي لنا بقى طرق التواصل في الاول، وبعدين نبدا نتكلم عن حالات معينه، ويعني ايه بتاخدوها ازاي تتعاملوا معاها في الشركه. قولي لنا كده لو اصدقائنا حابين يتواصلوا مع اون تارجت فارما يعملوا ايه؟ عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، يقدروا يتواصلوا معانا انستغرام، الواتساب او مكالمات، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ هايل، والاوفيشال بيج اون تارجت فارما على الانستغرام. هنبدا بقى نتكلم على موضوع مهم، الناس اللي بتخس بتعمل دايت وبتخس، وبعدين فجاه بتنزل وزن معين، وفجأة بيحصل لها حالة ثبات يا دكتور معي، ثبات في وزنها اللي هي عارفة تنزل ويعني واقفة، دي بقى بيبقى كورس الأناسيليوم بيبقى وضعه ايه معاهم؟ كورس الأناسيليوم ساعتها مثلا احنا بنزود بقى حاجات معينة في الكورس عشان تزود الحرق، عشان الجسم بيبقى حصل له حاجة اسمها ادابتيشن، اتعود خلاص، اتأقلم على النظام الغذائي. فاحنا ساعتها بنزود حاجات في الكورس، او بنزود الجرعات عشان ننشط الحرق، بيبقى ساعات الحرق بقى مش وقف قوي، يعني اللي هو عايز زقه كده على نظام معين للجسم، صح كده، عايزين نعمل له خلل شويه بالظبط. فاحنا بنبدا ساعتها نغير النظام اللي احنا ماشيين عليه. في انظمه كتير، مثلا في نظام ان انا اقلل سعرات، في نظام صيام متقطع. فانا مثلا لو انا ماشيه مع حاله دلوقتي نظام صيام متقطع، هغير لها النظام ده، هوقفه وهبدا اعمل لها نظام غذائي تاني، هغير المواعيد، يعني زي ما يقولوا بفاجئ جسمي بقى، انا غيرت له المواعيد. هو كان متعود مثلا الساعه 9 انا بيدخل لي وجبه فطار الساعه كده، لا انا بغير بقى المواعيد عشان الجسم يبدا يشتغل ويحس ان انا هو اتعود خلاص، انا المواعيد دي هو اللي بيدخل لي في الاكل فيها، فانا هحرق في المواعيد دي بس مش هحرق باقي اليوم. فلا انا بغير بقى المواعيد بالكورس طبعا، عشان يبدا بقى الجسم يعني يفوق كده، اعاده نشاطه، ويبدا يحرق في اوقات تانية غير اللي هو كان بيحرق فيها، فبنخلي الحرق شغال كده طول الوقت. فكورس الاناسيليوم طبعا في حاجات كتير جدا بتعلي الحرق. كويس. زي ما قلنا هيك مثلا الكرانتين دي من اكتر المواد دي بتعمل ان هي بتحرق حرق مباشر الدهون اللي متخزنه في الخلايا الدهنيه في الجسم. فممكن ازود الجرعه، ازود مثلا الاناسيليوم، انا ببدا بقى اغير الجرعات وبغير مواعيدها عشان بقى يعني خلاص الجسم نطلع من حاله الثبات دي ويرجع تاني يحرق من اول وجديد، ونكمل بقى باقي الخساسين الصح. طيب سؤال بقى مهم، في ناس رياضيين بتبقى عايزه
تخس في وقت معين، عندهم بطولات، عندهم حاجات واتيفر يعني. وفي ناس بتبقى عايزه، بتبقى هي بطبيعتها شخص رياضي يعني، بيروح الجيم بيحافظ، بيمشي بيجري بيروح الجيم يعني، بيلعب رياضه ما. ده بيفرق مع كورس الأناسانية في الناس الرياضيين أكيد يعني طبعاً. لو حد بيلعب رياضة أو لا، ولا مش شرط؟ ممكن لو في ناس مش قادرة بجد بيجيب معاهم نتيجة حتى لو ما بيلعبوش رياضة. ما إحنا الكورس عندنا هو لو حد مش قادر يعني، هو كان أكتر الناس اللي عندها بتبقى حالة سمنة، هي بتبقى الأكتر للناس اللي مثلا عندها زي أمراض مزمنة أو سمنة مش قادرين يتحركوا قوي. فإحنا كنا الكورس ده إن هو يحرق أكبر كمية دهون في وقت قياسي، عشان بتبقى السمنه طبعا مصاحبه لامراض تانية كتير، فاحنا عايزين نعالج كل حاجه عشان تبقى شكلنا حلو وصحتنا كمان حلوه. فطبعا كورس الاناسيليوم ساعتها بيلعب دور كبير جدا ان احنا نخس في اسرع وقت. وكمان لو بالنسبه للرياضيين، الرياضيين يبقى اقوى بقى اسرع ولا ايه؟ هايل جدا، لان مثلا فيتامين سي بيزود الكتله العضليه في الجسم عندي، بيدي مناعه، بيعمل يعني بيدي للجسم فوائد كتيره جدا في وقت قياسي. فاحنا مع الرياضيين عايزين نزود عضلات مش دهون. فاحنا بالتالي برضو مع الكورس بنعمل نظام غذائي بقى مختص للرياضيين، عشان احنا بنبقى بنلعب بقى في نسبه البروتين، بنزود بروتين بنسبه اعلى بكتير من النسبه للنظام الغذائي العادي، لان هو محتاج بروتين عشان هو ده اساس العضلات، تكوين العضلات عندي. صحيح. بنقلل من النشويات مثلا بنسبه برضو معينه يعني، بيبقى ليها كده شويه. التغذيه الرياضيه دي بالذات بتبقى ليها، وكل رياضه مختلفه يعني. الناس طبعًا. السباحين غير كمال الأجسام، غير كذا حاجة اللي هو في حاجات كتير، رياضات كتير جدا. فكل لعبة رياضية ليها النظام بتاعها، بالكورس بتاعها، بالفيتامينات اللي هو محتاجها، بالحاجات اللي هو عايز نعمل عضلات. في ناس اللي هي بتعمل بالكينج ديت، فاحنا محتاجين نمشي معاها بنظام وبكورس معين. بنكثف مثلا زي الكاراتين ده بيزود الحرق، احنا عايزين نقلل الدهون على قد ما نقدر عشان نطلع بنسبه عضلات اكتر، عشان الشيب يبقى باين. فاحنا بقى بنبدا نظبط الكورس مع النظام بتاعنا عشان نوصل بقى للحاله اللي معايا هو عايز ايه بالظبط. عايز شيب، عايز لا انا عايز اخس مثلا بس عشان الدهون، دهون في منطقه الارداف، في منطقه البطن. بنشوف المشكله بتاعت كل حالة ايه هي بالظبط، هل في حد معاه امراض زي مثلا مقاومه انسولين، تكيسات مبايض. في ناس اطفال بتعاني من مشكله الكبد الدهني، دي بتبقى يعني مشكله مش حلوه للاطفال. فساعتها لازم نتدخل بكورس الاناسيليوم، لان اطفال مش هيعرف يعني ايه دايت، يعني ايه قلل نشويات، يعني ايه امنع، مش فاهم حاجه. فساعتها الكورس هو ده بيبقى العنصر الاساسي بتاعي في خطه العلاج بتاعتي. كويس. ان احنا نقول طبعا بنتواصل مع الام ان هي تحط له الاناسيليوم او تديله الكورس دوت. هو بيبقى عباره عن مثلا زي الالياف ديت، طعم عصير الاناناس. كويس. فهو بيشربه على اساس ان هو عصير مش دواء. زودنا له المناعه، لان فيتامين سي فيه بنسبه هايله، فزود المناعه، بتزود الحركه، بتزود نشاط الطفل. فاحنا ادينا للام يعني حاجه سحريه، خس بشكل صحي جدا. بالعكس، زودنا المناعه، زودنا الفيتامينات، هو كويس. صحته بقى احسن، نشاط، تركيز. ف يعني بيبقى حاجه اهم متكلمة. الحاجات بقى في وقت الدايت دول يا دكتور، اكيد ما يتعرضش لاي حاجه من الحاجات دي تيجي معاه نتيجه عكسيه. لا لا خالص، ما هي هي فيتامينات، والفيتامينات اللي موجوده في الكورس بتاعنا كلها انا موجوده جوه جسمي. فانا ساعتها هو ما فيش بقى اي ضرر يعني، بالعكس انا جسمي هي موجوده فيها، بس ممكن تكون بنسبه قليله. هي دي اللي عامله مثلا مشكله بتوقف الحرق او ثبات الوزن زي ما حضرتك قلتي. فاحنا بنزود الجرعه اللي موجوده اكتر عشان نعلي بقى الحرق، نحسس الجسم بالشبع اكتر، نديله الفيتامينات عشان يبدا يحرق ويبدا بقى يحس بالنشاط، ما يحسش بالكسل والوخم اللي الجسم بيحس بيه. وده طبعا من خلال فريق طبي بقى، كل الاطباء مختصين في كل المجالات، صح؟ اكيد طبعا، على حسب كل حاله هتحتاج ايه. اكيد. طيب قولي لنا بقى تاني مره تانيه بعد اذنك طرق التواصل، عشان اصدقائنا لسه حد منضم للفقره وشايفه دلوقتي. تمام. يعرف ازاي يتواصل مع اون تارجت فارما؟ عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، وعن الاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ. أيوة. على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاعتنا اون تارجت فورما على الانستجرام. هايل. والتواصل بقى هيبقى كمان في ردود من خلال الواتساب، صح كده؟ المكالمات او واتساب او يعني ممكن على طول على الواتساب. واحنا بنتابع متابعه مجانيه اونلاين طول فتره الكورس، عشان بنظبط مع بعض الجرعات، المواعيد، وكمان طبعا بنظبط النظام الغذائي اللي هم لازم يمشوا عليه. هايل جدا. طيب طبعا دي حاجه رائعه. انا يعني من خلال بقى برنامجي مهارات عظيمه،
في اي هدايا اكيد طبعا للكورس بعد اذنك يعني يطلبوا من خلال برنامج عينينا لحضرتك التمام. اكيد طبعا اي حد هيطلب الكورس الشحن هيبقى مجانا هي. وزي ما قلت لحضرتك هنوصل له الكورس لحد عنده وهيتابعوا بقى معانا واحنا هنقول لهم النظام الغذائي والجرعات ويسيبوا بقى الباقي للخساسين بقى احنا هنتكفل بيه بقى ان هم يعرفوا يخسوا صح. اكيد والله بنتمنى لكم كل نجاح وتوفيق يا رب بجد. واسمحوا لي طبعا ان انا يعني اشكر طبعا ضيفتي اللي شرفتني ونورتني دكتور مي عبد اللطيف اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لدى شركه اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني دكتور مي. ميرسي على معلوماتك. كل حلقه وكل فقره تبقي معايا. بشكر حضراتكم كل متابعيني الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. شكرا جزيلا لحسن متابعه حضراتكم ومن هنا الحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.